الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. نتقدم بخالص الشكر والعرفان لفضيلة الشيخ محمود حسني على هذه الكلمات الصادقة المخلصة التي خرجت من القلب إلى القلب، ونتقدم بخالص العزاء في الفقيدة الراحلة لعمدة هذه القرية المباركة الحاج آسر جميل وأخيه الأستاذ محمد نادر جميل. وكما تفضل شيخنا الشيخ محمود حفظه الله، فهذه السورة أسست وقعدت وأصلت للتعامل مع الله عز وجل والتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعامل مع عباد الله عز وجل أجمعين. كان مطلع هذه السورة بمثابة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثابة إعلاء لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثابة إحقاق لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأيام التي نعيش فيها إساءة ممنهجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أهل العلم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا على قول الله، ولا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، لأن رسول الله لا يأمر إلا بما أمر به من الله. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في حياته، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ومماته صلى الله عليه وسلم، توقيرا وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يحدث بحديث رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرش المسجد بالرمل والحصى، فجاء عقرب من تحت الإمام مالك فلدغه 6 لدغات والإمام لا يتحرك. فبعد أن أنهى حديثه قال لطلابه ومجالسيه: انظروا ماذا كان يؤذيني. فنظروا فإذا عقرب لدغه 6 لدغات، فقالوا: يرحمك الله يا إمام، يلدغك العقرب 6 لدغات ولا تتحرك. فقال: كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجاه المشركون: أهج المشركين فإنه أوقع فيهم من رمي النبل. فدعي عبد الله بن رواحة فهجاهم فلم يرضي، ثم دعي كعب بن مالك فهجاهم فلم يرضي، ثم أرسلوا إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فجاء فلما دخل على رسول الله قال رضي الله عنه: قد آن لكم
أن ترسلوا إلى الأسد الذانب أو الضارب بذنبه. قد آن لكم أن ترسلوا إلى الأسد الضارب بذنبه، يعني نفسه. ثم قال: والله يا رسول الله لأفرينهم بلساني فري الأديم، أي دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: لا تعجل، إن لي فيهم نسبا، فاذهب إلى أبي بكر فإن أبا بكر أعلم العرب بنسب العرب. فلما خلص أبو بكر نسب النبي لحسان، قال حسان للنبي: والله يا رسول الله لأستلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إن الله ليؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهجاهم حسان فشفى واشتفى قائلا: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت مباركا برا رحيما، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فأكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المشهودة المباركة، التي نسأل الله عز وجل أن يغفر فيها للفقيدة الراحلة. اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به. اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليها، واجعل هذا اليوم خير أيامها. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.